كابتن مجدي، كنا بنتكلم على فوز نادي الزمالك النهارده على طلائع الجيش واستمرارا لصحوه نادي الزمالك بالفوز قبل كده على الاسماعيلي ثم النهارده على طلائع الجيش. في سؤال كنت طرحته على الكابتن رضا والكابتن ابو الذهب الخاص ب انت حضرتك لو موجود مكان جوزيه جوميز في التوقيت الحالي، انت بعيد عن الدوري وفي نفس الوقت حاليا في المركز الخامس، هل هتهتم ببناء فريق جديد من اللاعبين بقى ايا كان البدلاء الشباب، ولا هيكون تركيزك على المكسب علشان انت يعني ما ينفعش ان نادي الزمالك يكون في مراكز متاخره والمفروض ان هو بيكون موجود في المقدمه او في المنافسه مع النادي الاهلي. كابتن رضا قال لي ابني فريق جديد، كابتن ابو الذهب قال لي ان لا انا يهمني ان نادي الزمالك يبقى في مراكز متقدمه. راي حضرتك ايه؟ انا سمعتكم وانا قاعد جوه في الاوضه. عذرا ما فيش مشكله ان انا امشي في الخطين خالص. اولا هو لازم يسوق لكده قبل ده وده، لازم يسوق لده هو والتيم اللي معاه والاداره كلها لازم تسوق ان السنه دي، وهم قالوا الكلام ده اول ما مسكوا خالص بعد ما نجحوا، قالوا ان البطوله الاهم عندنا الكونفدراليه، حققوها يبقى نجحوا خلاص. اما بالنسبه للدوري فاحنا مشاركين فيه وداخلين فيه، وطبعا هنأدي فيه احسن ما يمكن وافضل اداء نقدر نأديه. فهم ماشيين في الخطين تمام، يعني خدوا الكونفدراليه وفي الدوري ماشيين تمام. هو دلوقتي عنده مشكله في القيد وعنده مشكله في النواحي الماديه، النواحي الماليه عنده فيها دروب شويه عن الفترات اللي فاتت. فالدروب ده هو لازم يدور على بدائل وعلى حلول تانية. فالحلول التانية هو انه عنده لعيبه دلوقتي طالعه من تحت، فهو لازم الفتره اللي موجود فيها دلوقتي لازم يشوف اللعيبه اللي هتقدر تكمل معاه الموسم الجديد في الاماكن اللي هو عاوزها. فده كله اكيد هيدي لازم يخليه انه يشتغل على ان اللعيبه اللي طالعه من تحت واللعيبه الجديده اللي كانت موجوده وما بتلعبش. لازم يحط وياخد قرار فيهم عشان مين اللي هيستمر معاه السنه الجديده ومين لا. فده مهم جدا. انما ده ممكن ياثر شويه على حاجتين، الاداء ده اكيد، انما برضو احيانا ممكن ياثر على النتائج. هم نادي الزمالك لغايه دلوقتي ماشي بشكل فيه توفيق كبير جدا، انه ماتش زي ماتش الاسماعيلي كان خسران واحد وبعدين بيكسب 2-1، فده دي حاجه كويسه جدا. ماتش النهارده كسب 2-1 دخل برضو فيه جول. انما هو بيحط الفكره هنا، هل اللعيبه الصغيره واللعيبه او اللعيبه البدايل اللي كانت موجوده واللي عايز يشوفها من بدايه الماتش ويديها من بدايه الماتشات، ولا ينزلهم كبدايل ويتشافوا. انا شايف رايي ان هم لازم ياخدوا فرصه كامله. لازم ياخدوا فرصه كامله. وبعدين خلي بالك انت لما بتسوق ده للجمهور بتاعك، الجمهور بتاعك هيصبر عليك، لان الجمهور كده ولا كده عاوز بدايل. يعني الجمهور عايز يشوف حد زي احمد ابو الفتوح او مكان احمد فتوح عايز يشوف النهارده بيلعب محمد عاطف. هو بقى لازم يستمر على انه يشوف محمد عاطف مره واثنين وثلاثه، بس بيلعبوا في مكان غير مكانه. ما انا برضو ربنا يعرفه بالعقل يا كابتن، ان انت راجل جاي موهوب وجاي بيلعب زي مصطفى فتحي كده وزي زيزو وزي شيكابالا، فانت بتاخده تلعبه باك ليفت. اولا ما عندوش الحته الدفاعيه كويسه، الانقضاض كويس، الالتحامات كويسه. هو عنده ان اللعيب ده انت جايبه عشان كان عنده حلول وبيكسب فرقته. فمفروض ان انت عشان احنا نقتنع بيه لعبه في مكانه عشان ما تظلموش. انا اللي انت بتقوله ده انا موافقك فيه، بس هو عارفه خلاص في الحته دي. لا مش عارفه، ما لعبوش فيها. هو شايفه قبل كده، ما هو طلعه في الجوله. هو ما ادالوش الفرصه الا لما نضاي ما اداش في الحته دي، فبدا هو عايز يقتنع بحد يلعب في الحته هو دي. انا الملحوظه اللي انا باخدها على بعض المدربين
الخواجات وخاصة جوميز. يا جماعة لما يكون في عندي دروبات في التيمة إسلام، لما يكون عندي دروبات في البوزيشنز بتاعتي في الأماكن، لازم أغير طريقة اللعب. مش قرآن، هو مش ما فيش حاجة اسمها في كرة مسلمات، ما فيش في كرة مسلمات. يعني أنا النهاردة عندي نداي، نداي ما بيلعبش باك ليفت كويس، ورضا بيتكلم على ان محمد عاطف ما بيلعبش باك ليفت او مش هيأدي فيها كباك ليفت كويس. وانا لما العب ثلاثة واشغل وينج باك واخلي الراجل المساك من تحتيه هو اللي يدافع له ويخليه يشتغل، ايه المشكله يعني؟ يلعب بثلاثه مساكين. طب ما يلعب بثلاثه بس مساكين. المشكله ما عندوش بقى، ما انت عندك مصطفى الزناري من ساعه ماتش الاهلي ما شفناهوش، لعب ماتش خمس دقايق. ما شفناهوش بس موجود. ما ده مش موجود خالص، دي رقم واحد. هل هو مصاب؟ هل هو عنده مشاكل؟ لا يعني هو الراجل هو كان مصاب الفتره اللي فاتت، بجانب ان كمان جوميز مش مقتنع بيه. ودي يعني حاجه، ما هو ده الاهم بقى. احنا بنتكلم على الاثنين اللي هم المساكين بقوا ثلاثه، فانت ما عندكش الثالث، انت ما عندكش الا احمد مجدي دلوقتي. يعني بعد ما حسام عبد المجيد راح المنتخب، فانت دلوقتي اضطريت. بيقولوا فيه لعيب اسمه احمد رفاعي، بيقولوا لعيب كويس قوي 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 من نوعيه. ما هو دي مش بتاعتنا بقى. شاف دلوقتي لو مصاب؟ لا والله. احمد رفاعي مصاب، مع ان الفتره اللي فاتت كان هايل. احمد رفاعي يعني كان قاعد احتياطي. لا 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 لا. في ناس بتقول لك من ريحه اشرف قاسم وابراهيم يوسف. بس خلي بالك يا كابتن، هو موضوع هيبقى في نادي الزمالك الفتره دي يا اسلام، موضوع يعني السنه دي. احمد رفاعي كانت صف تسخين الاحماء. مباراه الاسماعيلي حتى لو لعب اي حد، هو موسم استثنائي اسلام بالنسبه للزمالك. حتى لو لعب اي حد، لعب باك ليفت، لعب باك رايت، لعب جاب هو واحد. يعني ايه استثنائي؟ يعني استثنائي انت اصلا يعني لا اصل انت بتستفز جدا لما بسمع ده استثنائي رغم المشاكل. هو في سنه كامله وللزمالك مثلا النهارده موسم استثنائي، او يجي يقول لك ايه موسم للنسيان. امال لما انا اكون موجود عندك دلوقتي بمعنى للنسيان، امال انا يعني مجلس الاداره موجود ليه واللعيبه موجوده ليه والجهاز الفني موجود ليه؟ كان في الظروف المحيطه بالموسم بالنسبه لنادي الزمالك، عشان كده بيقول لك استثناء الظروف المحيطه به. مجلس اداره جديد كان وعنده مشاكل الى الان ماديه، عمال يتصرف فيها علشان وعنده عقوبات الخليه مش عارف يعمل التيم اللي هو عايز يعمله. وعند المشاكل الماليه اللي احنا قلنا عليها دي برضو من الاسباب اللي مخليها مش عارف يعمل التيم اللي عايز يعمله. وكل دي شغل استثنائيه، ده مش طبيعي في اي تيم. يا كابتن مجدي في تيم، بس الراجل قليل فنيا.